صلوا بينا على النبي. وفي المنى بيبتدي مع رين وبنته مايا، وبيدخل عليها الأوضة علشان ينيمها، بس مايا بتقوله إن هي ما بتعرفش تنام وبتفضل تفكر كتير قبل ما تنام، وبيهزر معاها شوية وبيسألها عملت إيه في المدرسة، وبتقوله إن هي رسمت الرسمة دي وإن عمها تيلر هو اللي ساعدها. وبعدها بيطفي نور الأوضة علشان تنام وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيلاقوا مايا مقتولة ومرمية جنب البيت بتاعهم، وبتيجي المحققة هيمات علشان تعزيهم، وبيكونوا منهارين جدا لدرجة إن جيسي امها بطلت تاخد الدواء بتاعها، وبيجي رين علشان يجيب لها الدواء بس هي بترفض انها تاخده. وتاني يوم بيصحى رين وبياخد الكلب بتاعه وبيخرج علشان يتمشى جنب البيت، بس الكلب بيكون باصص ناحية بيت جارستان وبينبه عليه بطريقة غريبة، وبيشك رين ان جارستان هو اللي قتل بنته. وبيرجع البيت علشان ياخد الكاميرا ويراقب بيها ستان، واثناء ما بيراقبه بيلاحظ ان توكة الفراشة بتاعت بنته في ايد ستان، وبيروح علشان يبلغ المحققة هيمات وبيقول لها ان هو شاكك في ستان جاره، وكمان شاف توكة بنته معه. وبتروح المحققة لبيت ستان وبتفتش البيت بس ما بتلاقيش حاجة، وبترجع لرين وبتقول له ان هي ما لقتش اي دليل ضد ستان، وان هو كمان كان متعاون معاها جدا وسابها تفتش البيت بدون اذن نيابة. وبتقول له جايز تكون انت ما شفتش حاجة وان دي تهيؤات من الصدمة اللي انت مريت بيها. وبيكون رين متعصب جدا وبيقول ان هو متأكد من اللي شافه، بس المحققة بتقول له ان هو علشان يتهم حد بالقتل لازم يكون معاه دليل ضده، وبتدي نمر الدكتور نفسي علشان يروح له لان حالته النفسية صعبة جدا. وبعدها بنشوف جيسي بتعيط وبتقول لرين ان هو مش هيعرف يرجع لها مايا علشان خلاص ماتت، وبيحاول ان هو يهديها علشان تنام. وتاني يوم بتصحى جيسي وبتاخد شنطتها وكمان الكلب بتاعهم وبتمشي من البيت، واما بيصحى رين بيلاقيها مش موجودة في البيت، وبتكون سايبة له رسالة ان هي راحت عند اختها تقضي كام يوم وتحاول انها تنسى الصدمة شوية. وبعدها بيروح رين علشان يأجر بيت، وبيعرف ان هو يلاقي بيت، وبيقول للراجل ان هو عاوز البيت ده لمدة شهر بس، وبيوافق الراجل. وبعدها بيكمل رين مراقبة ستان وبيشوفه رايح فين وجاي منين وبيشتري ايه من السوبر، لغاية ما بيعرف كل حاجة عنه. وبيكلم اخوه تيلر علشان يساعده، وبيطلب منه ان هو يجيب له سلاح، وبيسأله اذا كان هيقتل ستان، وبيرد عليه وبيقوله ان هو هيسيبه يعترف الاول وبعد كده هيخلص عليه ويرميه في الغابة. وبالليل بيكون تيلر مستني رين في العربية علشان يشرح له الخطة، وبيقوله ان اول حاجة لازم يعملها ان هو يحط في بيت ستان تذاكر رحلات علشان البوليس دلوقتي بيحقق في الموضوع، ولو اكتشفوا ان ستان مختفي يفتكروا ان هو مسافر وبيروحوا علشان يخطفوه وينفذوا خطتهم، بس بيلاقوا ان ستان مقفل الستاير. وتيلر بيسأل اخوه اذا كان ستان غير روتينه اليومي، بس بيقول ان هو مستحيل يكسر روتينه اليومي علشان نور الاوضة بتاعه بيشتغل كل يوم في نفس الوقت ده. وبيروح تيلر يعمل دربكة جنب البيت علشان يستدرجه ان هو يطلع من البيت، وبيسمع ستان الدربكة وبيخرج علشان يشوف فيه ايه. ورين بيكون شايفه وبيبلغ تيلر ان هو خرج من البيت، وبيهجم تيلر على ستان وبيضربه لحد ما بيغمى عليه. وبعدها بيدخلوه البيت ويقعدوا على كرسي وبيلزقوا الحيطة ببلاستيك علشان الدم لما يقتلوه ما يبقاش في كل حتة. واما بيفوق ستان بيسأله رين ليه قتلت بنتي، وبيرد عليه ان هو ما قتلش حد وان كمان مستحيل يقتل بنت صغيرة، بس رين ما بيصدقش وبيفضل يضرب فيه لغاية ما تعورت ايده. وبيسأله اللي يخلي شخص زيك ما عندوش حد يقوم شاري لعب اطفال وفيتامينات اطفال، وبيقول له ستان ان لعب الاطفال كان شاريها لبنت اخته في عيد ميلادها، واما الفيتامينات فهو بيفضلها على الفيتامينات بتاعة البالغين. وبرضه رين ما بيصدقش وبيكمل ضرب فيه، وبننتقل عند المحققة هميت بتوصل لها معلومات وبتروح علشان تشوف في ايه، وبتطلب من المساعدين بتوعها ان هم يجيبوا لها اخصائيين جنايات، وبتقول لهم ان هم يقفلوا المداخل ومخارج المنطقه دي، وبتتصل بمديرها في الشغل وبتقول انها عايزه سجل كاميرات المراقبه على طريق تشالمز اللي حصلت فيه الجنايه بتاع مايا. وبعدها بتشوف في كاميرات المراقبه ان في عربيه شبه عربيه ستان مشيت من طريق تشالمز، واما رجعت العربيه كانت مدهونه باللون الابيض. وبنرجع عند رين وبيكون فاقد الامل، وبيقول لتيلر ان ممكن المحققة هيمات عندها حق لما قالت له ان دي تهيؤات وان هو ما شافش توكة بنته معه، بس تيلر بيقوله ان اللي هم عملوه ده هو الصح وما ينفعش ان هم يتراجعوا علشان جريمتهم دي بيكون اقل حكم فيها 20 سنة. وبيروح رين يدور في بيت ستان على اي دليل ويحاول ان هو يلاقي توكة بنته، وبيدخل تيلر عند ستان وبيقول له ان هم هيقتلوه النهاردة، وبيقوم غارز الخنجر في رجله، بس بيظهر رين وبيطلع الخنجر من رجله وبيقول لتيلر ان هو مش عايز يقتله دلوقتي وانه عايز يعرف اكتر عنه. وبعدها بتيجي المحققة هميت على بيت ستان وكانت عايزة تسأله لو كان دهن عربيته او لا، واول ما بتخبط الباب تيلر بيمسك
باكستان وبيحذره ان هو ما ينطقش بكلمة، وبتفضل المحققة تخبط لحد ما بتزهق وبتمشي. وبيوم رين متصل بالمحققة لو عرفت انها توصل لأي حاجة في قضية بنته، وهو في الأساس عايز يعرف هي جت تخبط على بيت ستان ليه، وبيقول لها ان سبب اتصاله بيها دلوقتي علشان عنده معلومات وحاسس انها ممكن تساعدهم في القضية. وبيتفق ان هما يتقابلوا عنده في البيت، وبتيجي المحققة وبيفرجها على الصور اللي كان مصورها لستان، وبتقول للمحققة ان اللي بيعمله ده مش قانوني، وبتطلب منه ان هو يشوف لها عربية ستان لو كان دهنها علشان ده هيفيدهم في القضية، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيشوف رين في الاخبار ان في طفلة صغيرة اسمها كلارا وعمرها 5 سنين وانها اختفت من 3 ايام، وبيروح لاخوه تيلر وبيفرجوا على الاخبار واللي حصل للطفلة، وبيفتكر كلام المحققة وبيروح علشان يشوف عربية ستان لو كانت مدهونة، وفعلا بيلاقيها مدهونة. وبيبعت رسالة للمحققة ان العربية مدهونة، بس تيلر بيتعصب جدا على رين وبيقوله ان هو ما كانش ينفع ان هو يبعت رسالة للمحققة علشان في اي لحظة البوليس هيجي هنا ومش هيعرفوا يستخبوا منهم. وبيروح تيلر علشان يسأله ليه دهن العربية، وبيقوله ان هو بيدهن العربية كل سنة، واما بيسأله على البنت المفقودة كلارا بيرد عليه بكل بجاحة ان هو ما يعرفش اي حاجة عن البنت دي. وتيلر بيكون حاسس ان هو بيكذب، وبياخد الشاكوش وبيضربه في رجله، وبيجي رين علشان يخرجه ويهديه، بس تيلر بيكون متعصب جدا وبيخبط الدولاب وبيقع درج من الدولاب. واما بيبصوا على الدرج بيلاقوا صندوق وبيفتحوه، وبيلاقوا توكة مايا وكمان البوم صور لاطفال مقتولين ومن ضمنهم مايا بنته. وبيكون منهار جدا وبيروح عند ستان وبيبدا يضربه جامد، بس تيلر بيهديه وبيخرجه بره الاوضه، بيقول له ان هو لازم يمسك نفسه شويه وان هم هيقتلوه، بس لازم يخططوا كويس ازاي يعملوا كده. وبيدخل تيلر علشان يشيل ورق البلاستيك علشان البوليس لما يجي ما يبانش ان هم كانوا مخططين لقتله. وبيقول ستان ان هو هيقول لهم بمكان البنت كلارا، بس بمقابل ان هم يقتلوه وما يسلموهوش للبوليس، وما كانش عندهم حل تاني غير انهم يقبلوا بالعرض ده علشان ينقذوا حياة كلارا. وبتكون المحققة متشافت الرسالة اللي بعتها رين، وبتروح على بيت ستان وبتشوف العربية بتاعت ستان خارجة من البيت واللي كان فيها رين واخوه والمجرم، وكانوا رايحين علشان يخرجوا كلارا. وبتقرر المحققة انها تمشي وراهم، وبيبدأ ستان يتكلم بطريقة غريبة وبيقول ان هو قتل اطفال كتير وان مايا كانت اخر واحدة قتلها وكلارا كانت هتكون السادسة، وبيقول ان هو مستغرب من البني ادمين علشان لو في حد مات فيهم بيعملوا قضية كبيرة مع ان الحيوانات بتموت كل يوم عادي جدا. وبيقول ان هو يوم ما اتولد كان عدد سكان العالم 4 مليار ودلوقتي بقوا 8 مليار، يعني بعد مرور 100 سنة الارض مش هتستحمل عدد السكان ده وان عدد السكان لازم يقل، وهو اللي هينفذ ده بنفسه. وبياخدهم ستان لبيت مهجور وبيقول لهم ان كلارا في الدور اللي فوق، وبيطلعوا علشان يخرجوها، بس ستان بيكبس على الزرار وبيشغل النور، واول ما بيشتغل النور ستان بياخد العصاية وبيضرب تيلر على دماغه، ورين بيهجم عليه بس ستان بيعرف ان هو يرميه من الشباك ويوقعه للجنينة. وبيكون تيلر لسه هياخد المسدس، بس ستان بيخبطه في دماغه لغاية ما بيغمى عليه وبيعرف ان هو يخلص نفسه، وبياخد السلاح وبيكون لسه هيخلص على تيلر، بس بيسمع صوت جاي من تحت وبينزل علشان يشوف، وبيلاقي المحققة ميت وبيضرب عليها نار. وبيكون رين رجع لوعيه وبيرجع البيت وبيشوف المحققة ميت مرمية على الارض، وستان بيشوفه وبيضرب عليه نار، بس طلقات السلاح بتخلص وبيهجم عليه رين وبيضربه. وبيعرف ستان ان هو ياخد السلاح وكان هيقتل رين، بس بيظهر تيلر وبيضربه وبيطلع ستان المشرط وبيغرزه في رجله، وبياخد السلاح وبيوجهه ناحية تيلر، بس بيجي رين وبيخبطه على خشبة كانت راشقة في حجر وبيموت. وبيروح يشوف المحققة ميت وبيلاقيها لسه عايشة، وبيقول لتيلر ان هما لازم ياخدوها على المستشفى حالا. وهما في الطريق بتفوق المحققة وبتقول لهم ان هي كويسة جدا وان هما لازم ينقذوا كلارا. وبيروحوا البيت ستان وبيكتشفوا ان في اوضة مخفية وعليها عازل صوت، وبيطلب رين من تيلر ان هو يجيب له شاكوش علشان يكسروا الحيطة، وبيعرف ان هما يكسروا المكان وينقذوا البنت كلارا. وفي الاخر بتقول المحققة ميت للمدير بتاعها ان رين وتيلر ساعدوها في القضية وان هي هتكتب له كل اللي حصل في تقرير. وبتبدأ الاخبار تتكلم على رين وتيلر ان هما ابطال وقدروا ان هما يكشفوا حقيقة مجرم ويخلصوا الناس منه. وبيخلص الفيلم. الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو وفولو على صفحة الانستجرام بتاعنا، وكمان عملنا قناة خاصة بالانمي لو انتوا حابين تزوروها، هتلاقوا تحت رابط القناة، انزلوا اعملوا لها فولو علشان اول ما نوصل 1000 مشترك هنبدأ ننزل عليها فيديوهات. سلام.